تتواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق على بركة الله الشوط 16 وهو شوط مخصص للإبكار. نتابع أول المراكز ونتابع المراكز الخمس الأولى، نتابع صدارة هذا الشوط مع أول التحديات. شعار إنتاج أم الزبار على أول المراكز في هذا التحدي الكبير، تحضر أرصاد بمتابعة جابر بن علي بن جابر بن نجم المري على أول المراكز، بينما المركز الثاني بروك لهجن أم الزبار ومبارك ومحمد بن علي الجربوع المري. يتواجد شعار إنتاج أم الزبار على ثاني المراكز بتقدم بروك، بينما المركز الثالث نتابع الوصول في هذه اللحظة والتقدم قبل مخايل لهجن أم الزبار والمضمر مبارك ومحمد بن علي بن صرير المري في المتابعة والتضمير، بينما الشعلة في المركز الرابع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومضمر محمد بن بخيت بن برقاب بن مقارح المري، يتواجد في هذا الانطلاق ويقدم لنا الشعلة في المركز الرابع، بينما المركز الخامس نجد في هذه الانطلاقة وفي هذه المتابعة عبر الكادر الأسفل عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لكم تحديات وانطلاقات ميدان التحدي في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد، سيف الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. مشاهدينا الأعزاء، نتابع المركز الخامس الوصول في هذه اللحظات من قبل شعار هجنة الشحانية المتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، ونعود مباشرة لنستجد النداء مع الانطلاق الأول لنتابع أرصاد لهجن أم الزبار بمتابعة المضمر جابر بن علي بن جابر بن نجم المري، بينما المركز الثاني هذه مخايل لهجن أم الزبار ومبارك ومحمد بن علي بن صرير المري في المتابعة والتضمير، بينما المركز الثالث بروق لهجن أم الزبار بمتابعة المضمر مبارك ومحمد بن علي بن صرير المري. من يتابع انطلاقة بروق في المركز الثالث ناخذ المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات، والمنطلقة شعلة تصل في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني ومحمد بن بخيت بن برقاب بن مقارح المري، وشعار هجنة الشحانية يصل مع الشهانية على مستوى المركز الخامس والمضمر جابر بن سالم بن فران المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى مع تحديات سن الحقائق لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في أول أيام هذا المهرجان الكبير. نعود مجددا إلى البداية لنتابع مخايل تتسيطر وتنطلق بالمركز الأول لهجن أم الزبار ومبارك ومحمد بن علي بن صرير في المتابعة والتضمير، يقدم لنا انطلاقة مخايل، ولكن الشهانية قادمة بكل قوة لهجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث هذه أم الزبار لهجن أم الزبار والمضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري قادم بكل قوة مع أم الزبار على ثالث المراكز. إذن هذه المراكز الثلاث الأولى المعلنة لهذا الانطلاق مع لائحة الكيلو المتر الأخير. نتابع الأسماء ما بعد المراكز الثلاث الأولى، الوصول في هذه اللحظات من قبل شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، ولكن نعود إلى المقدمة لنتابع المعركة الثلاثية ما بين مخايل وما بين كذلك الشهانية وكذلك أم الزبار في المركز الثالث، ولكن المركز الأول هذه الشهانية تغير مباشرة وتخطف من ناموس هذه الشهانية لهجن الشحانية المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن أم الزبار قادمة بكل قوة تحمل شعار هجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري في المركز الثاني، ولكن الشهانية على الصدارة انطلقت وطارت بناموس هذا الشوط. الله يا الشهانية لهجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، قدم لنا الشهانية في هذا الشوط خاطفة الناموس منتصرة وفائزة بهذا التحدي الكبير. تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء لهجن الشحانية على فوز الشهانية بالمركز الأول، والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فران المري من تبعها في عملية التضمير. المركز الثاني أم الزبار لهجن أم الزبار والمضمر
محمد بن سلام الهادي للمركز الثالث، مخايل هجنم الزبار للمركز الرابع. كان الوصول مشهد الاعزاء من قبل ريادة لهجنم الزبار للمركز الخامس، علت فيه قتالة لسعاد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد ال ثاني مع ختلة على مستوى المركز الخامس. اذا مشاهدينا الاعزاء تهانينا والناموس مرة اخرى لهجنة الشحانية على فوز الشهانية بالمركز الاول، والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فران المري 5:55 و12 جزء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصلت ام الزبار لهجنة ام الزبار، والمضمر عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة، والتوقيت الزمني 5:56 و36 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث حلت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل مخايل لهجنة ام الزبار، والمضمر مبارك محمد بن علي بن صرير المري، التوقيت الزمني 5:58 70 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.